منيف الحين راشد تدري شو يقول؟ هذا غيرنا اسم الله استر عليك الجمهور يقول درع منيف بكره الاسبوع الجاي ان شاء الله افوز بدرع منيف يقول درع الجمهور سموه درع منيف ملك ملك حتى اللي بياخذ منك الدرع خذ عليه خصميه يقول معليش على طول باخذيه ها على طول ان شاء الله خلاص يقول سامي يقول ما عاد لك تصويت الحين ام عاد اي والله بس ما ادري انا لي اقدر افوز بال700 ولا لا بس بس من 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 رقم 12 عندنا من المتسابقين ما ادري والله ما ادري اي دونت نو ليش ما اعرف بس مين قد جبت واحده يا ابو كنت في المطبخ بسام اتوقع انت مطبخ لا بسام ماشي هذا العميس هذا العميس 11 ها خلينا نبدا من قهوه ابو محمد انا 9 مساعد حمال 10 خالد المحمي 8 وش 8 فين؟ انا رقم 19 التصويت اتوقع 20 لا 19 عبد العزيز كيف نعرف؟ في خدمة شفتها كم انك دخلت تذكر بست فرصتك كم كان رقمك؟ ايه كم؟ رقم ايش؟ رقم جوالك رقمك يوم انك دخلنا بست فرصتك كم؟ لا مو مفلح هذا مفهم اما 26 ها طيب هذا لا هو يقول التصويت هو هذا وعليه التصويت التصويت صوت على الرقم ذا انا حسبت اقول ترتيبي في التصويت اللي جاني الدعم اه لا والله يا ربي هذا الادمي اتوقع ما معاه مخ مع ذاكره اثنين جيب يسالني يقول ميدي انا كم حصلت على التصويت مين انت والله ما سالت كيف تقول حصلت على التصويت لانك انت عندك جوال ابغاك تعرف من جوالك اللي مدلع اوه ماي جاد نكبه لا لا صدق مثل اسمع مثل اسمع مثل لو عنده جوال ينسى روحه بالهنقر يكلم والله استغربه منه والله تفعل يجي اسمع ولا يجي كذا ابو يارب يسحب الجوال دقيقه ابو يارب تدري شو مو قال ابراهيم برا البرنامج ولا تلقاه اسمع تلقى الجوال الطافي لو معه جوال تلقى جوال الطافي داخل على الشيبان عندكم شاحن في من الحكمه والله والله يفعلها والله صدق الجوال والله سويها لا والله يعني لا والله ان الواحد ارتاح من الجوال خلاص يعني الحين طالع والله راحه نفسيه بس اسمحوني اليوم لازم نطلب ابو هو مسوي بينقب الحين اسمع لا والله اليوم لازم نطلب ابو يارا لازم نسوي مبادره ايش نطلب يار ابو يارا و ايش وناصر يعني نبي نطلع يا اخي يا ود احنا طفشنا نبي استراحه يطلعوا لنا عموم فيها نبي الضلع ذا يرقون الضلع لا يا رجال الضلع الا خلينا نروح نقطع فرجه والله يا ولد نبي نطلع نقطع فرجه نروح بعيد ياخذوننا بباص ودونا عمره لا والله دي اوفر والله ليه يا اخي ايش كنا ودنا طيارتي الخاصه لا 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 انا وانا طيارتي الخاصه جاهزه وفندق قدام انا شوف نايت بس نايت مكه فيه صح ولا لا لا ما ابو محمد نفداك انا اشوف ان انهم يودون عمره بعد ما نخلص يلفوا بنا على جده نتمشى اول قنفذه اصبر اصبر كل السفراء ثم نروح للقنفذه ثم خلاص صار طال عمرك ما عاد برنامج ذا صار يصورون وين صار صار مكتب سياحه وسفر ناخذ شاليه في مسبح ما ظنت الاسبوع ذا لو حاولنا ما راح نطلع ليش؟ هذا ولا بيروحون جده؟ ايه بيروح وجه النحس ذا جده متى؟ انا وجه النحس يا شبك البعران والله لو ذا وجه والله لو وجه شبك بعران كل العالم عنده بعري ما شاء الله تبارك والله قوية صدق رزق والله انك كفو صدق ان وجهك طاير رزق ما حولها وحول بعير صادق انا بداك والله وبعدين النظافه من الايمان والنسخه من الشيطان ليش ترمي؟ انت ما درست وجهك بغيت تجيب العيد ها والله انت المفلم الحين مو مفلح شفت انك مظلوم صح انك انت فاغر لكن والله ان فيك رزانه ما هي في احد والله مو منك من ذا اللي لابس ستاره قول ستاره ما يبقى ستاره احترام الله يلا طيب بعدين ترى بدل تدري كنت يوم قديم كنت البسها يوم كنت قديم قديم لا اقول قديم كنت البسها ليه كم مديلك يا اخوي؟ عادي جديد ترى الواحد جدت لازم انه يعني ها لا جد والله بها راح جاك يلا هذه ايش عندك مطبخ؟ شوف انت ما تعيش هنا لازم الواحد ها انت عندك بهارات زد بهاراتك عند بهارات داخل مطاحن ها لا ترى عندك بهارات والله عندك بهارات الطيب اللي يقضي عندك بهارات عندك انت شغال كابلس راح تقول كان صياد سمك شو اسمه ذاك؟ كيش
رحت لا لا مسلسل كرتوني كان صياد سمك زي كذا كان لابس شو اسمه؟ رامي رامي صياد الماهر قلب ابو سليمان انا قلت محمد عثمان لو تشل ذي خلنا نقول كذا فكني منها ايش مفلح خذها من اخوك انت تشوفني اني صياد سمك؟ لا اي لا لا يعني يفكر في ذبه لا والله ما افكر في ذبه لكن هذا الذبه انت ماثوم ما يفهم ما يفهم ما يفهم اي والله بعدين بالله في احد في احد في ربع ساعه تقول كيف ليه تسوي كذا ليه ها وش ليه بالخلقة الله الحين انت لا تشين وجهك يا لجودي لا ما شين وجهي انت تسوي كذا لا كذا فجاه يقعد ياكل لحاله زي الناقه يطلع من داخل يقول الوجه الشين والحديد في الجراش ايه والله امس يقول لنا جابولي ايش اسمه اسد منقط ما يعرف احد لا والله ما قلتها ايش قلت ايش قلت لا قول بالحرف الواحد بدون ما جاي انا قول بذمتك قول بالحرف الواحد لا لا يقول هذه ايش اسمها شيره شيتا شيتا ايوه شيره شيره ها شفت اني صادق شيره ها جاي يطبخ وسوي حلا هذه سوي فيها حلا يقول اسمها شيتا وشيتا شيتا مو شيره اسمها شيتا كذا هذا فهد ما في شيتا هذا نوع من انواع القطط والله والله الفهد وجهه كذا اي والله يقول قطط اي والله كيف قطط هذا نوع من انواع القطط هذا فهد جعله ما ياكلك منين ما انت صاحي انت صاحي انا صاحي الفهد الفهد من فئه القطط هذا اللي انت من فئه القطط والله رنك على وجهك ذا فهد فهد هذاك الحاله في منه ملكي في منه الاصلع في في اي بي لا هو كذا يجي اصلع اللي يجي في الجنوب عندنا كثره لا في عوارض ايه والله وش في بعد ويجيك واحد فهد متنح زي ذا كمغ منك من ذا وفي مسطول في فهد مسطول زيك في فهد مثلك وفي فهد مركب شد زيك يا امس يقولون للفهد جيب الورقه جيب الورقه اخرج تدري ليش اثبت طيب لا 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 هو يقول انا احب اثبت عشان تركب عليه مقاطع تصميم لا لا ممكن ممكن لا لا والله ما مسوي فيها مسوي جاكي شان على غفله شي ايوه انا علمت ذبحني 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 دقيقه منيف والله يا منيف راسك هذا كنا ركبه انت تقول ذب علي بس هذه ايه بس ذي يقول لك ايش وائل يفلم مطبخ ولا لا لا يقول لك وائل يفلم عشان ايش عشان ايش راح نم راح نم خلاص عقب هذا خلاص انا عشان يلف لي مقاطع والله والله انا لقيت اسد ضيع الاسم ايه ما يدري هي لابو طب مع الدريشه طب مع الدريشه طاح هنا طاح هنا انكف لابو انكفت هنا كذا سوت انا كيف طاح هنا طيب يا اخي هو جرى من هنا شوف انا طالع اجري من هناك ولابو طالع من هنا طاحت سوت كذا انا شويه احس نفسي واقف فوق عندك فنجان وقامت فرت الرجال وسحب وانت وين كنت فوق خلاص وصلت انا فوق هذه طلعت فوق هذه ايوه وسحبت الرجال وطلعيه مع الباب وراحت لها الاخير طيب وكانت تلف بقوه قبل ما يجي تدري ايش يقول لي البارح يقول انا ابي اسوي حدث وكذا انا ما خفت بس كذا ابي يعني اني خايف لا والله انا ما انا ما قلت والخواجه كم يسوي واحد تشوفون برا هناك والله لا لا ما شفت تصنع ذا ما نبيه خليك على بقيتك عادي ايش يا اخي ايش يا اخي يا اخي لازم تصنع عززني وانا اصنع تكفى يا اخي على قال انا تصنع واحد يجيك لك يقول لا تطق عليك قدام زوجتي يا اخوي يوم دخلت عند يوم كذا طالع قال ميدي تعال استلم الورقه فين استلم الظرف فين يقول استلم الظرف في السجن جيت انا استلم الظرف ويقرب هو بالفهد واخذ الظرف يوم قدني طالع المشكله يوم قدني طالع ويحط الفهد عند الباب انا عب واجي واطلع وادف الفهد واطلع انا عب العز دليل ما ندري ايش صار مسكته كذا شله قال ابراهيم قال ابراهيم يا توا مسرعوا استعجلوا نعطي سبرنت لين عند الباب
شيل له حط لنا اول ما تدخل يجيك عينك حط لنا ملصق قلنا في الجدار وحط الطرف هنا في رقبته. جيت انا بغيت ادخل قال عبد العزيز ادخل انت. دخلت انا دخلت عبد العزيز برا حاولنا فيه واروح انا ولهيه مع الدا طلعت ولهيه مع الدا عشان يطلع فيني عبد العزيز يسحب الضرب عيا قعدنا يروح يمين سردح مردح لين طح. بس انت كنت تقولوا له ابي احد يبعد من مثل وايد ها اقول له الريان مثل وايد والله وايد كان بيفقع ام الشاشه يطلع منها طالع منها يا رجال لبوا ترى والله انا بغيت تكسر الشاشه وبغيت تكسر الكاميرا بغيت تكسر هم احنا البارح في الهنجر ما ندري وش هو عليه الرجال مش مقابل هل هو انا طالع على بالي مقابل مع ثعبان مع ثعبان والله نتوقع ثعبان لاني سمعت صوت لا ثعبان انا امسك ها ثعبان انا امسك هذا كبير ذا الاصل هذا خبره فيه تمسك انت ما مسكت قطوه عشان تمسك ثعبان اشهر مقطع في السعوديه وصل في اسبوع 2 مليون مقطع حق ثعبان قال ايه لا تتكلم قدام مرتي تكسر حواجبي ايش عليك من ايش دخلني مرتك يا تعبان كم ساعه خايف من زوجته واحدة وخمس واحدة وخمس الله تكفى والله يومين تكفى لا كذا والله لا تطقطق علي ليه تكلم كل مره تتزعل علي يا اخي دخلني يا اخوي دخلني انا من يقوله وش اقول شو اقول لا وش اقول يا وائل جالس تصنع تحت الهواء لا 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 تقول علي كلام انا والله ما قلت وانت يا تعبان وانت تقول اني اقول مقاطع لي اي انت اللي تقولها لا صدق البارح تدري شو يقول لي يقول يا اخي انا